طم. ايه ده يعني؟ حد يديني سيجار. هيلاقي عليك سيجار دلوقتي. لا مع اللبس كمان. انا شدي اللي ما بيشربش سيجاره اساسا ولا لا ما بشربش اصلا ولا تماما يعني. مفيش انا ضد المص، بس دلوقتي يديني سيجار مش مشكله يعني. سوحلك لك الشكل سينمائي. هتلاقي عليك السيجار الشكل كده يعني. طب شايف نفسك اكبر شويه؟ وسيبك من الشعر. لا وكده انت وشك رينكلز وكده يعني. ايه في يعني تجاعيد كده؟ في رينكلز كده شويه، ما فيش كتير بس يعني. مش اللي هو يخض مثلا يعني. مش هتخض يعني. اوكي لا تمام. شادي شو عملت بحياتك؟ انا دلوقتي انا يعني الفيجن اللي عندي ان انا عندي عيال داخلين في جامعه، يعني خمسينات داخلين جامعة ممكن يعني 18 سنة 19 سنة يعني. ذاتس اوكي ميك سنس. على اساس لو كنت اتجوزت مثلا زي ما انت دلوقتي؟ لا لو اتجوزت مثلا كمان سنتين ثلاثة، لو احنا افترضنا ان احنا رجعنا تاني لما قبل للمرحلة الأولى. لا انا لو يعني بعد ما صاروا بالجامعة يعني. يعني لسه شوي. هلا اذا شادي ترك الاولاد عندك شي نهار، كيف طبيعة السلوى؟ بتحضروا كليباتك، بتعلموا موسيقى، بتعرفيهم يعني ما انك تاتا عاديه؟ اكيد بخليهم يسمعوا مزيكا كتير يعني اكيد، ويتفرجوا على الافلام كتير، وهلعبهم وهرجع تاني عيله زيهم يعني، بلعبهم العاب اللي انا يمكن مع شادي يمكن ما عملتهاش يمكن وهو صغير يعني. هتبقى الدور هيبقى دور حلو. اللي بتمناه لو ربنا اداني الحياه والعمر وشفت اولاده، ان اكون قادره لسه بتحرك بسهوله وما يبقاش عندي مشاكل صحيه تعوقني ان انا العب معاهم. ده اللي بتمناه. واعطي هذه الطاقه كلها شادي. يعني كل الاولاد عندهم تيتا وعندهم، بس ما حدا عنده تيتا فنانه صاخبه تاريخ فرح بهالمحل. قد ايه انت محظوظ؟ انا اكيد محظوظ يعني اكيد. اولادك حيكونوا محظوظين اكيد طبعا. نفسي هم يتشجعوا بيها، نفسي هم انا ما يبصوليش انا اكتر ما يبصوا لمامتي كقدوه. وهو كمان يعني انت كمان تبقى قدوه ليهم اكيد يعني. قدوه ليهم، بس انا بالنسبه لي القدوه الاعلى بقى تيتا طبعا. تيتا الله. تيتا ايه تيتا دي؟ سميرة وصلت لهالعمر بتاريخ بنجاح حتى بالتربية، الله يخلي لك ابنك. أحيانا منقول كمان أنه في أشياء أخذ منا هذا النجاح. شو اللي أخذوا منك النجاح؟ يمكن أخذ مني في بعض الأحيان راحة البال. ساعات مبقاش مرتاحة لما بعمل عمل كويس، أبقى ما عندي توجس شوية يا ترى العمل اللي جاي هيبقى بنفس المستوى، هل أنا هبقى دايما يعني الناس هتبقى شايفة شغلي بنفس المستوى بنفس مستوى نجاحه، هل أنا هغني كويس، هل أنا الحفلة اللي مش عارف عندي حفلة النهاردة أو بكرة هل هغني كويس، هل الفرقة تبقى كويسة. فكل ده حاجات بتاخد من أعصاب الشخص يعني. لما يبقى حد بيكي زيي وببقى عايزه طول الوقت ابقى في احسن شكل واحسن صوره وعايزه كل حاجه تبقى كويسه وببقى واخده بالي من كل التفاصيل، سواء كانت تفاصيلي على المستوى الشخصي او على مستوى المسرح او الفرقه او الاغاني اللي هغنيها او البرفورمانس حتى ادائي انا كصوت يعني هبقى كويسه ولا لا. فده كل يعني هواجس بيمر بيها اي فنان حريص على نجاحه على انه يكون ممتاز يعني، على يكون كل حاجه يعني كما مفروض أن تكون، مش ضروري تبقى ممتازة بس تكون يعني كويسة يعني.